نيجي للتريتمنت بتاع الانكل فريكشر. انت الهدف من التريتمنت بتاعك ايه؟ تعمل ايه؟ ان الكسر ده يلتئم والانكل ده يرجع بينلس، يعني مفيش وجع، وفي نفس الوقت الفانكشن بتاعته ترجع. ده بيتم من خلال ايه؟ سواء كونزرفتيف تريتمنت او اوبرتيف تريتمنت، عشان توصل لاناتوميك. ده بيتم ثرو اناتوميك ريستوريشن اوف ذا انكل جوينت. انت بتتعامل مع جوينت، يبقى لازم ترجع الجوينت دي اناتوميكال، صح كده؟ وريستوريشن اوف ذا فيبولار لينس اند روتيشن. هي ليه المعلومه دي مهمه؟ ريستوريشن اوف ذا فيبولار لينس اند روتيشن دي يعني لو ثبتت الفيبولا دي اقصر شويه هيحصل حاجه؟ الجوينت ديسربتد، هيدخل في فالجس، صح كده؟ الحاجه الثانيه ان احنا عندنا ارتيكولار سيرفيس ترينجولار فاسيت، لازم يبقى ارتيكوليتنج معاه، يبقى الديستال فيبولار لينس وروتيشن مهمين. طب لو ما ظبطتش الروتيشن، والمفروض نورمالي مع كل دورس فليكشن الانكل يحصل لها الفيبل يحصل لها لاتراليزيشن اكسترنال روتيشن، هتفقد الحركه دي، ده هي روتيتد لوحدها. يبقى دول نقطتين مهمين، انك ترستور الارتيكولار سيرفيس وفي نفس الوقت ترستور فيبولار لينس وروتيشن. انا عيان تعمل له عمليه اكوردنج. الانكل انجري مشهور دايما بسوفت تيشو بروبلمز معاه، فالعيان لازم تقيم فيه شويه حاجات. البيشنت ان جنرال يعني دايابيتك هايبرتنسيف اميونو كومبرومايز، والستيت اوف سوفت تيشو، هل في بولي على رجليه، بقالها قد ايه الانجري دي، والديسبيسمنت والاستابيليتي. وهتوصل ده من خلال ايه؟ هل كونزرفتيف تريتمنت ولا لازم تعمل له عمليه؟ الاوبشنز بتاع العمليه ممكن تحط تعمل كلوزد ريدكشن انترنال فيكسيشن، ممكن تعمل اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن، ممكن تعمل مالر سكروز، ممكن تعمل شريحه ومسامير، يبقى اكوردنج لكل ايه شكل هنشوف. الستيبل فراكشر بتعالجها كونزرفتيف ولا اوبرتيف؟ كونزرفتيف. بالمناسبه الستيبل فراكشرز هم معظم الانكل فراكشرز، مش معظمهم اوبرتيف، معظم الانكل فراكشر بيكونوا ايه ستيبل، اللي هو جاست واحد جاي لك من لاترال مالوس مكسور في مكانه فبتجبسه وتروح. طيب الان ستيبل بقى دول لازم تعمل ايه عمليه. الاستابيليتي الموست ريلايبل كرايتيريا تعتمد عليها هي الحاجات اللي احنا عمالين ناكد عليها من الصبح، اللي هو مين؟ الديب دولتويد ليجامنت، ده المسؤول الاساسي، ده المين ستاتيك ستابلايزر اوف ذا انكل، والايه؟ واللاترال مالوس لينس وروتيشن. لو عندك لاترال تيلر شيفت وعندك ميديال كلير سبيس، ده معناه ان العيان ده ايه؟ محتاج عمليه، وده انستيبل انكل زي الشكل اللي احنا قلناه. احنا قلنا هنا نايس في الاشعه دي ايه؟ انك تجيب الفيبلا من فوق. عيان لو عنده الشكل ده، ده هتمشيه كونزرفتيف برغم ان اللاترال ميل الصغيره كسر صغير، ده يمشي كونزرفتيف؟ ده انستيبل. طب العيان ده هتعمل له ايه؟ تحط له شريحه ومسامير وسندزموتيك سكرو. سندزموس سليم، مشكلة في الديب دولتوي. نفتح ونخيط. تفتح ازاي؟ يبقى العين ده هنكسر الميديال مالوس ونقلبه عشان نوصل لمين؟ للديب دولتوي، ونخيط الديب دولتوي ده، وبعد كده نثبت الميديال مالوس تاني. ده الاوبشن الوحيد. انا بقول لك العملية دي ملهاش لازمة. هتحط سندزموتك سكروز ازاي؟ ما السندزموس سليم عشان رستور اللينس. هترستور اللينس بالشريحه، ماله ومال السندزموتك سكرو؟ لا انا ما بتكلمش على السندزموس، انا بتكلم في حاجه ثانيه. بتقول لي يا باشا يعني مش هعمل له عمليه؟ انا بقول لك لا، لازم رستور. لا احنا هنعمل عمليه، بس عايزين نتفق على العمليه. العمليه دي هتعمل ريبير للديب دولتويد ليجامنت هنا، وعشان تعمل ريبير للديب دولتويد ليجامنت يبقى لازم تكسر الميديال مالوس ده وتقلبه وتصلح الديب دولتويد. مش بنصلح السوبرفيشال، لان السوبرفيشال ملوش رول كبير في كاستاتيك ستابلايزر للانكل جوينت، مش هو المسؤول عن التيلر شيفت. ده التيلر شيفت ده جاي عشان الميديال كريس بيس فتحت، اللي هو الديب دولتويد مكسور مقطوع. طب احنا لو صلحنا الفيبولا بس بالشريحه واللينس وكل حاجه، ما يحصلوش هيلينج؟ ممكن يحصل هيلينج. لا انا هحط شريحه على الفيبولا واثبت السندزموس
عشان اساعد الهيلنج بتاع الدلتويد، عشان اساعد، عشان امنع النورمال فانكشنال فيسيولوجيك موشن اوف ذا سيندزموز. امال احنا بنشرح البايوميكانكس ليه؟ عشان انا مش عايز الفيبولا في الوقت ده يحصل لها لاتراليزيشن ولا اكسترنال روتيشن، يبقى انا همنع الحركه الموشن النورمال اصلا لحد ما يحصل ايه هيلينج هنا. يبقى الاوبشن بالنسبه في حاله زي دي انك تخيط او ترستور الديب دولتويد، او الحل الثاني وكده كده هيهيل بفايبر ستيشن، او الحل الثاني انك تحط شريحه والشريحه دي تحط فيها سندزموتك ايه سكروز. فايده السندزموتك سكروز انها تمنع النورمال موشن بتاع الايه السندزموز دي. ثانيه بقى دور ثاني للسندزموتك سكروز، يبقى السندزموز نفسه. ايوه اه يعني، لكن هنا دي الحالات القليله اللي هتحط سندزموتك سكروز وما فيش مش ليه، لان الاثنين قلنا مرتبطين ببعض، لازم دول يبقوا محضرين على بعض وماسكين بعض جامد عشان ما يسمحش بالايه بالسبيس دي، عشان هيبقى لس انجوريوس للجوينت ومجرح واحد، مش هتفتح يمين ميديال ولا بارشل سكرو من ميديال هنا للتيلس دخل انكل في ارثرايتس ده ارتيكولار سيرفيس. نعم خش جواه. طيب ليه احنا لازم نثبت انكل زي ده؟ انت باشا سكرو هنا ما بين في الشريحه على الليفل العادي بتاعه مش هتفرق، يعني في الشريحه انت بتطلع سنتي ونص ل 2 ايه الشريحه اللي في الوسط تمام. اه برضه مش في مكان في اي مكان هو يثبت الموشن بس. هي الابلكيشن العمليه دي او دي ولا اي عيان ينفع ده او ده؟ اي عيان ينفع ده او ده، ولكن كنا زمان بنقول لازم تصلح الديب دلتويد، ما كناش فاهمين فكره السندزموزز او فكره الميديا الكلير سبيس ان هم مرتبطين ببعض للدرجه دي، فكنا عارفين ان الباثولوجي هنا في الديب دلتويد، يبقى لازم نكسر الميديال ميلس وريبير الليجامنت ده قد كده، انا مضطر اكسر الميديال ميلس عشان اوصل له واخيطه بسوتشرز. سوتشرز دي في الاخر اثبتها بقى انكور، هثبتها بسوتشرز بس ايا كان، وارجع الميديال ميلس اثبته هو كمان. قال لك لما نيجي نقارن لو ثبتنا السندزموزز اللي فوق ده اللي هو مسؤول عن اللاترالايزيشن او الاكسترنال روتيشن اللي بيحصل ده، همنع النورمال موشن دي لحد ما ده يهيل وبعد كده اشيل السندزموز سندزموتك سكروز، لقوا ريزلت زي بعضها او احسن. والليجامنت بتهيل، ما هي انت قفلت الحركه بتاعتها، يعني مش هيحصل موشن على مستوى يعني العيان ده هيبقى نون ويت بيرنج. طبعا نون ويت بيرنج اي هو برضه في كلام في حته ان هو يكسر. ماشي خلينا في اللي بعد. ليه مهم لما يبقى انكل انستيبل نثبته؟ يعني انكل زي ده انستيبل لازم نفكر، ما هوش كسر بسيط زي ده في مشكله لازم نثبته. ليه؟ لان كل واحد مليمتر لاترال شيفت في التيلس بيقلل الكونتاكت اريا بحوالي 42%. يعني ايه الكلام ده؟ معنى كده ان كل لما الانكل يتزحزح ملي واحد الاستريسز هتزيد على الجزء الباقي، معنى كده ان انت معرض الانكل ده لايرلي ارثرايتس، يبقى احنا لازم نرستور الاستابيليتي. الاستابيليتي معتمده مينلي على ايه؟ على الميديال سايت اللي هو الديب دلتويد ولاترال يمين الفيبولا او السندزموز اكوردنج لمين اتكسر فيهم او اتقطع فيهم. نعمل ايرلي العيان ده ايرلي ولا ناخره؟ يا بتعمل العيان ده في نفس اليوم اكوردنج للسكين كونديشن او بتاجله 7 ل 10 ايام. لو عندك بسيرو ملس مكسور تعمله ولا ما تعملوش؟ اكتر من ربع الارتيكل سيرفيس تعمله. ده يعني الكلام ال لا ما انا هقول لك ده الكلام اللي هو الجنرال، يعني اكتر من 25% مكسور من الارتيكولار سيرفيس يبقى لازم تثبته، لان ده هيؤدي للكونجروتي لو سبته ويزود الاستريس بنفس المفهوم. ولو الاستيب اكتر من 2 مل مع تحسن التكنيكس لو اقل من كده اعمله، ان انت عايز ترجع ارتيكولار كارتليج الايه اناتوميكال اكتر من لازم. طيب بالنسبه للسندزموتيك انجرز، هي كومن مع مين السندزموتيك انجري؟ توقع مع مين يعني؟ مع السوبينيشن ولا مع البرونيشن؟ مع البرونيشن اكسترنال روتيشن ده اكتر واحد بيحصل معاه. طب البرونيشن ابدكشن ده مش بيحصل معاه؟ بيحصل معاه بس الانجري دي اقل في الحلوس اصلا. طب السوبينيشن ابدكشن مش هيحصل معاه سندسموتك انجري عشان العكس. طيب
principles of syndesmotic fixation. Anatomic reduction is necessary. هل مهم انك ترجع السندزموس ده اناتوميكال؟ ده لازم يرجع اناتوميكال. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا دي جوينت، والجوينت دي مسؤولة عن حركات معينة وريليتد للانكل جوينت اللي هي ديستال ليها، يعني هي اللي محافظة على الاستابيليتي بتاع الانكل جوينت اللي ديستال ليها. فبنتعامل معاها كجوينت لازم ترجعها فين؟ اناتوميكال. يا اما هتسيب الديستال فيبلا لاترالي روتيتد مثلا او مر روتيتد، وده مش هيحافظ على الانكل استابيليتي. ماشي. طيب الفيبلا لو مكسورة لازم ترستور اللينس والالاينمنت والروتيشن بتاعها. بتثبت السندزموزيس بايه؟ بانهي سكرو وبانهي وعلى انهي ليفل؟ بهذا الشكل لو انت حاطط شريحه بتثبته اعلى من الانكل جوينت بحوالي سنتي ونص ل 2 سنتي، تثبته بمسمار واحد او مسمارين الريزلت زي بعضها، تثبته بمسمار 4 ملي او 3 ونص او 4 ونص الريزلت وحده، تثبته يونو كورتيكال بتاع 3 كورتيزز او 4 كورتيزز الريزلت واحده. 3 كورتيز يعني هنا عديت من اللاترال والانر سايد بتاع الفيبولا واللاترال سايد بتاع مين؟ التيبيا، وما كملتش للكورتكس الثاني. بس في حاجه مهمه في السكرو ده، السكرو ده نستخدمه بارشال ثريدد ولا فول ثريدد سكرو؟ عايز تكمبرس يبقى نستخدم بارشال ثريدد سكرو، صح كده؟ دي معلومه غلط جدا. ممنوع تحط هنا بارشل ثريد سكرو. ليه؟ عشان دي جوينت. احنا عايزين نحافظ على السبيس دي. لا بس الفكره مش عايز تكون جوينت، انت مش عايز تكمبرس، احنا عايزين نقفل السبيس الطبيعيه، فبنحط بوزيشنال سكرو يعني فول ثريد سكرو جاست يحافظ على البوزيشن ده. ليه؟ حط فول ثريدد. لو كملت فول ثريدد ما يضغطش الا اذا كنت عامل بيه لاجنج ايفكت. لا فول ثريدد ما يضغطش الا اذا كنت عامل بيه لاجنج ايفكت. لاجنج ايفكت يعني انت عامل دريلنج هنا اعلى من هنا، عامل دريلنج للنير كورتكس ببنطة اوسع من الثانيه، فالشنك ده بينزل سلايدنج كده، وكل ما تقفل بيربط على الناحيه الثانيه بس، فما يربط على الناحيه الثانيه بس يكون بريس. ده لو انت عامل بيه لاجنج ايفكت. انما البارشال ثريدد بيشتغل كلاك اصلا، فهيقفل ايه؟ السبيس. يبقى احنا هنا بنثبت ايه؟ جوينت بنحط فيها فولي ثريدد سكرو. بارشالي لا. طب انت لو ما عندكش بارشال هتعمل ايه؟ ما عندكش الا بارشال في العلبه بقى، انت داخل العمليه وما لقيتش الا بارشال ثريدد سكرو، يبقى ممنوع تعمل فور كورتيسز، تعمل 3 كورتيسز بس. ليه؟ لان هنا الثريدز بتاعته هتبقى في كانسيلا سبون هتسمح بالحركه، انما لو انت قفلته للاخر على كورتيكال بون بره يبقى هيكمبرس. ماشي. طيب السندزموتيك انجري بتاكزامن جوه العمليه، طبعا بترجع تاني ده كلينيكال، وبترجع بتشوف الويب سبيس دي. بعد ما تثبت السندزموز ممكن تفتح الانكل او بتمسك بوبون كلام بالديستال فيبولا وتحاول تلاترلايز ات وتشوفها على الايمج، او بتعمل هوك تيست يعني بتشوفها بترجع للايه، بتعمل هوكينج ولا لا للجزء ده. السكرو ريموفال بتاع السندزموز ده نشيله ولا منشيلوش؟ الاثنين صح. كلاسيك ان احنا بنشيله، انما الاثنين صح، ممكن تسيبه ممكن تشيله. هل هيكسر؟ ما يكسر، هيجرى ايه يعني في رجل العيان؟ هل لازم يكسر؟ لا مش لازم يتكسر، ممكن يعيش 20 سنه و30 سنه. والاستاذ بتقول الاثنين قريبين لبعض، سواء شلت ده او ما شلتوش. طيب في سبيشال سيركمستانسز طبعا، العيانين الاوستيوبوريتيك والعيانين الديابيتيك والعيانين اللي عندهم اوستيودستروفي والشاركوتس وما الى ذلك، دول بناخد بالنا بشويه حاجات مش موضوعنا النهارده. اوت كم بيبقى بور لو اللارج ميديال كلير سبيس، يعني لو الانكل ده ديسلوكيتد ومعاه سندسموتيك انجري وما الى ذلك، فيه لارج بوستيريور مالر فراكشر وستيب كبيره. لو اخرت السيرجري دي اكتر من اسبوعين، يعني احنا بقدر الامكان نتدخل قبل اسبوعين في السيرجري دي، ولو فيه مزد سندسموتيك انجري. كان زمان المزد سندسموتيك انجري ده كتير، ما كانش الناس برضه عندها الفكر بتاع السندسموز والحاجات دي. دلوقتي يعني نوعا ما كل الناس بتشخصه سهل. ايه اللي هيحصل لو انت سبت سندسموتيك انجري ما عالجتهاش؟ العيان هيفضل يشتكي طول حياته
بانكل بين زي كرونيك انكل انستابيليتي كده، فهيفضل يشتكي بين كل ما حمل على رجله ومعرض لارثرايتس ايرلي زي ما قلنا. كومبليكيشن هي كومبليكيشن بتاع كل الكسور، ان هو يحصل نان يونيون مال يونيون وند بروبلم وما الى ذلك.